ياس خضر فنان كبير، يعني حابين اسالك على الاصوات اللي رافقت الفنان الكبير ياس خضر، يعني منهم طبعا الراحل رياض احمد، يعني صاحب الحنجرة العراقية الاصيلة. الله يرحمه رياض احمد. نقدر نتكلم عن كان رياض احمد مميز باللون المحمداوي، يعني الله كان يغني بصورة مضبوطة وبأداء جميل وصوت وبحة جميلة عنده الله يرحمه. الله يرحمه. فكان يلفت السامع بأدائه يعني، بس وافته مع الاسف. الله يرحمه. ما نقدر قدر الله ما نقول به مع الاسف. نسال الله تعالى انه يرحم الجميع يعني يا رب. إيه.